هاي، ازيكم يا اصحابي؟ انا بيرو، هكلمكم النهاردة عن الاورام السرطانية وايه اسبابها واهم النصائح للحماية منها والعادات اليومية المسببة ليها والاطعمة اللي لازم نتجنبها ونحمي نفسنا منها والاطعمة المفيدة اللي بتساعد على الوقاية منها. يلا تعالوا معايا. أمي يا بنتي، وقفي عربية عشان مش قادرة أستنى الأوتوبيس. حاضر يا تيتا، وكمان عشان ما نتأخرش على الميعاد لاشعة. يلا اركبي يا بنتي. يا ترى يا تيتا، بيرو موجودا ولا إيه؟ كان عندنا حجز لاشعة. أيوه، اتفضلي حضرتك. يلا بنا يا تيتا نعمل لاشعة. دي بيرو جات اهي. اهلا يا دنيا، اهلا بيك يا طنطو، الف سلام عليك. انتي هتعملي اشعة لطنط على ايه يا دنيا؟ وهي بتشتكي من ايه؟ احنا اكتشفنا انها عندها ورم وجينا نتأكد بلاشعة. قولي لي يا بيرو، هو الورم بيحدث من ايه؟ الاورام السرطانية هو مرض يحدث بسبب وجود خلايا غير طبيعية وبتنقسم بدون تحكم وقادرة على الانتشار الى بقية اعضاء الجسم، ويوجد منه اكثر من 100 نوع. واهي اسبابه؟ ليس هناك سبب واحد للإصابة بالسرطان، فقد يحدث بفعل عوامل مختلفة، وما زالت أسباب الإصابة بالسرطان مجهولة إلى حد كبير، وهناك بعض المسببات اللي بتؤدي إلى الإصابة بالسرطان، وهي المواد والمسرطنات الكيميائية، الإشعاع، خلل الهرموني والطفرات الجينية، عوامل وراثية. قولي لي هي ايه اعراضها؟ الاعراض هي ظهور تكتل او تورم في اي مكان بالجسم، تغيير في الهضم على شكل امساك او اسهال مستمر، صعوبة في البلع او الهضم، نزيف غير عادي او وجود دم في البراز او البول، اختلال بالدورة الشهرية عند المرأة دون سبب او افرازات غير طبيعية، تغيير ملحوظ في شهامات أو الزوائد اللحمية، سعال مزعج ومستمر، تغيير بلون الجرح وتقرح دائم لا يلتئم، فقدان الوزن، تعرق ليلا أو حمى. يلا بنا نعمل الأشعة. يلا بنا نعمل الأشعة لطنط علشان نطمن عليها وإن شاء الله خير. قولي لي يا بيرو عن أهم النصائح للحماية من الأورام السرطانية. ظهرت العديد من الدراسات والبحوث أن نمط الحياة المتبع له علاقة جيدة بزيادة فرصة الإصابة بالسرطان أو تقليلها، ومن أهم هذه النصائح: أول حاجة، الابتعاد عن التدخين والمدخنين، لأنه بيسبب سرطان الرئة وبيقتل كثير من الرجال والنساء. وهناك كمان حاجة اسمها التدخين السلبي، فحتى لو انتم مش مدخنين بشكل مباشر ولكنكم تتواجدون في مناطق مليئة بدخان السجائر، فانتم كده في خطر، لانه مرتبط عديد من السرطانات الرئة المباشرة بالتدخين السلبي. تاني حاجة، الحفاظ على الوزن الصحي، لأن الوزن الزائد يشكل عبئا ليس على القلب فقط، وإنما بيشكل خطر رئيسي لمرضى السرطانات، حيث ترتبط 14% من حالات الوفيات من السرطانات بسبب زيادة الوزن. تالت حاجة، صحتكم النفسية أولا. من المعروف إن ظاهرة الضغط النفسي والتوتر وحتى القلق في الحياة اليومية هي أمور قد تؤدي لزيادة خطر الإصابة بالسرطان،
ولا يوجد أي إثبات علمي إن هذه الحالات النفسية هي عوامل مستقلة للإصابة بالسرطان، ولكن الناس المتوترون على الدوام يضرون صحتهم عموما. بس ساعات بتكون نتيجة ضغوطات الحياة. نحاول نتأقلم على قد ما نقدر على الضغوطات الحياة دي، علشان بتأثر علينا تأثير سلبي في النهاية. وكمان قلة النوم وعدم النوم بقدر كافي ليلا، والنوم بجانب التليفون المحمول ووضعه بجانب الصدر، طبعا ده بيؤدي إلى حدوث سرطانات بسبب انبعاث الأشعاعات الضارة المسببة لسرطان الثدي وأورام المخ. وعدم إهمال الرياضة، يمكن أن تمنع الرياضة العديد من أنواع السرطانات، وأشارت الدراسات أن التمارينات الرياضية قد تقلل نسبة الإصابة بالسرطان من 30 لـ50%. وشجرة العائلة والوراثة، يوصي الخبراء بالنظر إلى تاريخ العائلة لفهم أفضل للشحنات الجينية التي يحملونها. إذا فحصتم تاريخ العائلة جيدا، يمكنكم وضع استراتيجية للحد من أنواع السرطانات المختلفة وزيادة فرصة الكشف المبكر. وعدم التعرض لفترات طويلة للشمس والبقاء في الظل والوقاية من الأمراض سرطانات الجلد، عليكم التقليل بقدر الإمكان من التعرض المباشر لأشعة الشمس. يلا بنا يا تيتا، أنا سمعت إن في بعض الأطعمة بتساعد في الوقاية منه. أنا هقولك على أهم الأطعمة اللي بتساعد في الوقاية منه، لكن الأطعمة دي لا تشفى من مرض السرطان بعد ظهوره، ولكن يمكن المساعدة في الوقاية منه عبر اتباع أسلوب حياة صحي. ومن أهم الأطعمة الفصيلة القرنبية، زي الكرنب، القرنبيط، البروكلي، الفجل، اللفت، الملفوف الأحمر. دول طبعا من الأطعمة اللي بتحمي من السرطان، لأنها بتحتوي على كيميائيات نباتية تحفز إنتاج الإنزيمات وتوقف أضرار الناتجة عن المسرطنات، وينصح بتناولها مرة أو مرتين أسبوعيا، ويفضل تناولها خلال وجبة العشاء والغداء، وكلما قل طهيها احتفظت بخصائصها الغذائية. وبرضو الثوم والبصل، دول زوجان من الأغذية الصحية المفيدة لجميع أنواع الأمراض، لأنها بتتميز بخصائصها المضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات والميكروبات ومضرة للبول، وينصح بتناولها عدة مرات يوميا. واوعي تنسي الشاي الأخضر، لأنه بيحتوي على مركبات اللي بتساعد على الحد من تطور الخلايا السرطانية ومنع الجذور من التليف الخلايا. والحمضيات زي البرتقال واليوسفي والليمون والكيوي والأناناس غنيين بفيتامين جيم ومضادات الأكسدة، وبتقاوم أنواع العدوى وتحمي الأوعية الدموية، وتعد من الفواكه المثالية لبدء يومك. والخضروات الخضراء زي الخس، السبانخ، الكرات، الملفوف، وبيعود لونها إلى الكلوروفيل، وهي مادة تحمي من السرطانات، كما أنها غنية بالماء والألياف والفيتامينات والمعادن، لذلك بينصح بتناولها يوميا على الأقل، ويفضل أن تؤكل نية أو تتناول مسلوقة أو مطهية أو على البخار. وعند سلقها يوضع قطرات من الليمون، وإبقاء الوعاء مغلق كي تحتفظ بخصائصها. الله ينور عليك يا بنتي. وفواكه ذات اللون المائل للحمرة زي الفراولة والعنب الأحمر والرمان والكريز والتوت والبطيخ، وتحظى بفوائد قوية مضادة للسرطان وللأكسدة، يجب تناولها يوميا. ونبات عش الغراب،
بيعد من النباتات ذات العدد الأكبر من الخصائص الدوائية مثل مقويات المناعة ومضادات الالتهابات ومضادات الأورام، كمان بتحتوي على قليل من السعرات الحرارية وكثير من الماء والألياف. والأسماك البحرية زي السلمون، التونة، السردين بتحتوي على نسبة تتراوح من 7% إلى 15% من الدهون الصحية والدهون الغير مشبعة والمتعددة التي ترفع نسبة الكوليسترول الجيد، وبتساعد على حماية من السرطانات وأمراض القلب والأوعية الدموية، ويفضل تناولها طازجة 3 مرات على أقل أسبوعيا، وطهيها في الفرن أو مشوي أو بالبخار، مع تجنب إضافة الزيت لأنها غنية بالدهون، ومع إضافة ليمون ليساعد على امتصاص هذه الدهون. والزبادي والخبز اللين الكامل، أثبتت أن الزبادي إن هو منشط في الحفاظ على النبات الجسومي المعوي، لذا يعد حليفا في محاربة السرطانات، وينصح بتناوله كامل الدسم أو نصف الدسم لامتصاص فيتامين د والكالسيوم بشكل أفضل، كما ينصح بتناول الألبان يوميا، والأفضل في الفطار أو وجبة خفيفة. أما بالنسبة للخبز فالأفضل تناول نوع الخبز المصنع من الحبوب الكاملة، لأنها تحتوي على ألياف تحفز عملية العبور المعوي، وينبغي تناول بكميات صغيرة جميع الوجبات أو استبدالها بحبوب. وزيت الزيتون من الأفضل استخدامه نيًا 3 إلى 5 معالق يوميا، وينبغي الحذر من الزيت المقلي أو المعاد استخدامه عدة مرات لأنه يمكن أن يكون مسرطنا. وكمان الخضروات ذات اللون المائلة للحمرة كالطماطم والجزر والقرع والبنجر أو الشمندر اللي بيعود لونها إلى الكرياتين الموجود، وهو عبارة عن مادة تحفز تكوين فيتامين ألف، والخضروات الغنية بمضادات الأكسدة واللي بتقي من الشيخوخة الخلية، بينصح بتناولها يوميا. وما هي أهم الأعشاب الواقية من السرطان؟ من أهم الأعشاب اللي بتساعد على الوقاية من السرطان عشبة الفلفل الأفرنجي، الريحان، الكروية، حبة الهال، الكرنفل، الكزبرة، الشبت، الجنزبيل، إكليل الجبل، الزعفران والزعتر. وإيه هي الأطعمة اللي المفروض نتجنبها؟ هقولك يا ستي، من الأطعمة التي يجب علينا تجنبها المضافات الأغذية، خاصة الطماطم، وهي مواد تضاف إلى الأغذية المعلبة والمغلفة ويهدف الحفاظ عليها وتحسين خواصها الحسية مثل الطعم والنكهة واللون والقوام، لذا من الأفضل التركيز حمايتنا على الأطعمة الطازجة اللي بتحمي أجسامنا. ونتجنب أيضا الدهون والمقليات، وينبغي أن يقتصر تناول الدهون على الأقل من 30% من مقدار الطاقة اليومية، وينصح بعدم تناول الأطعمة اللي بتحتوي على الدهون تقبلية مثل السمن المهدرج والمقليات المغلفة. وكمان نتجنب السكريات المكررة والمحليات الصناعية والمعجنات والحلويات اللي بتحتوي على نسبة عالية من التركيزات السكر والدهون، ومن ثم يجب ألا نتناولها بشكل معتاد. ونتجنب الملح، ولا نصرف في استخدام الملح لأنه كثيرا من الأغذية تحتوي عليه، يمكن إضافة توابل أخرى مثل الثوم، البصل، البقدونس، أوراق الغار. الملح يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل، ويتحول في المعدة إلى مواد مسطنة. ونتجنب اللحوم الحمراء، يجب ألا يزيد تناوله عن مرة أو مرتين أسبوعيا لعدم زيادة احتمال الإصابة بالسرطان القولون، بينما يمكن تناولها اللحوم البيضاء مثل الدجاج والأرانب من 3 لـ4 مرات أسبوعيا. ونتجنب خصيصا اللحوم المشوية، لأن درجة الحرارة المرتفعة المستخدمة للطهي
تنتج مواد كربوهيدراتية مسببة للسرطان. فعلا عندك حق. وأيضا نتجنب الأطعمة المدخنة، ويتضح أن الطريقة التي تستخدم لإعداد الأطعمة المدخنة مسرطنة، لذا أدخلت بعض التغيرات في هذه العملية بتجنب التعرض المباشر للدخان، وينصح بتناول هذه الأطعمة على فترات، وينطبق الشيء ذاته على الأطعمة التي تحفظ عبر التمليح والنقانق. وكمان المشروبات الغازية، إن تناول الصودا مع السكر هو الوقود المفضل للسرطان، ولكنه بيحتوي على لون كراميل، يحتوي هذا التلوين الاصطناعي على مادة كيميائية مسببة للسرطان كمنتج سنوي. تشير الاختبارات المعملية إن هذه المادة تظهر في المشروبات الغازية بلون كراميل. وكمان في فشار الميكروويف ورقائق البطاطس المقلية الضارة في دهون غير مشبعة بتحتوي على مواد حافظة وتلوين اصطناعي، ويوجد نكهات بالزبدة المستخدمة في ماركات الفشار اللي بتتعمل بالميكروويف على ثنائي الاستيتيل، وهي مادة سامة، والحمض الذي على الأكياس نفسها المسبب لأمراض المسرطنة. وبرضو الأغذية الدايت، بيعتقد من الأفضل شراء الأطعمة الحامية، ولكن في الواقع هذه المنتجات غالبا ما تكون مليئة بالسكريات الزائدة والمحليات الصناعية، وتحل محل الدهون، وتحتوي على مواد كيميائية مسببة للسرطان. ونتجنب تناول الأطعمة المحروقة، ونتجنب التعرض لأبخرة السيارات واستخدام المعطرات الجو، ونتجنب بودرة الجسم، وتجنب إعادة استخدام زيت الطبخ. شكرا لك يا بيرو. وكده يا أصحابي نكون خلصنا، ويا رب تكونوا استفدتوا، وأشوفكم المرة الجاية في معلومة جديدة مع بيرو. باي.